السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة. مرحبا بكم في قناتكم يوميات نادية. اليوم غنقدم لكم البقلاوة التركية من يدين اختي سناء اللي كتصرع هذا الشهوة وكتجي جديدة. وغنحتاجوا لها المقادير التالية: عندنا نص كيلو اللوز، غليناه في الماء لمدة 5 دقائق وفسخناه ودرناه في منديل باش ينشف من الماء لمدة ليلة كاملة. غنقسمو هاد اللوز على جوج، نص غنقليوه في الزيت والنص الاخر غنخليوه هكاك ما نقليوش. عندنا جوج ملاعق عسل، وعندنا جوج ملاعق كونفيتور اختياري، ولا بغيتو ديروه ولا ما بغيتوش ما ديروش. عندنا جوج ملاعق ماء زهر وجوج ملاعق الزبده، نخليوها تغلي حتى تنشف من الماء. عندنا 200 غرام سكر كلاصي، وعندنا المسكر حره، وعندنا ورقه الفيلو اللي كتجي بها البقلاوه زوينه. ودابا غنبداو نقليو في اللوز. خاصنا نديرو في الزيت اللي تكون بارده باش اللوز يتقلى من الداخل. ودابا غدوب بالزبده حتى تنشف من الماء ديالها، غتبقى تطبخ تطبخ حتى تنشف من الماء ديالها. واللوز كنحطيو معاه ونقليو. دابا غنزولوه من الزيت، راه تقلى. وغنديروه في الورق المطبخ باش ينشف لينا من الزيت. وهنايا طحنا نص دلوز اللي ما قليناش مع السكر والمسكر الحره، ما خصناش نطحنوهم مزيان، يكونوا شويه مرمشين. ودابا غندوزو نطحنو اللوز اللي قليناه مع شويه السكر من بعد ما برد. ودابا غنبداو نجمعو العقدة ديالنا، وغنزيدو جوج المعالق ديال الزبدة اللي ذوبنا، نزيدو ماء الزهر، وغنزيدو الكونفيتور اللي قلت لكم اختياري، الا بغيتوها تزيدوها ولا ما بغيتوش ما تزيدوهاش، هي كتعجب ليها نسمة الكمبيوتر في البقلاوة. غنزيدو جوج المعالق ديال العسل وغنجمعو العقدة ديالنا، نبقاو نجمعو فيها عنا ميزاننا غنبقاو نجمعو فيها، ولا خصات شي حاجة نزيدوها، نجمعو فيها مزيان. وهي لقاتها مازال خصها شويه الزبده، وزدت ليها الزبده باش تجمع ليها العقده، ودائما كتبقى تجربها في يدها تشوفها واش
هي هذيك زدت ليها شويه ديال الكونفيتور وبقات كتجمع فيها حتى تجمعت ليها العقده مزيان. وهاي العقدة ديالنا تجمعات مزيان ودابا غنمرو باش نعمروها في الورقة. عندنا الورقة ديال الفيلو غنجبدو منها جوج الورقات ونعمروهم من بعد ما ندهنوهم بالزبدة مزيان. دابا غتوريكم الطريقة. غدير جوج الورقات الفيلو غدهنهم مزيان بالزبدة ودابا غنديرو حرابل طوال بالعقدة ديالنا ديال اللوز غنصوبوها مزيان على هاد الشكل وغنلويو عليها الورقة. نبقاو على هاد الطريقة حتى نساليو حرابل ديالنا. وغنستفو الحرابل في الصينية اللي غتدخل للفران ودائما ما نساوش اننا ندهنوهم بالزبدة باش ما ينشفوش لينا باش الورقة ما تنشفش معنا. غنستمروا حتى نساليو الصينية ديالنا. دائما كندهنو الورقة بالزبدة مزيان ندهنو الحرابل ديالنا. دائما كنبقاو ندهنوهم بالزبدة باش ما ينشفوش معانا. ودابا من بعد ما كملنا الصينيه ديالنا ديال الفران غنقطعوا الحرابل ديالنا على هذا الشكل بعد ما تكونوا دهناهم مزيان بالزبده. دابا غندخلوا البقلاوه ديالنا للفران. نقصوا الفران على 100
160 درجة باش طيب على مل. نقصو مزيان. من بعد ما زولتها من الفران غتسقيها بالعسل، غتسقيها مزيان بالعسل لحقاش البقلاوة كتشرب. غنخليو البقلاوة ديالنا ترتاح شوية حتى تشرب العسل اللي درنا ليها، من بعد غنزوقوها بالبيستاش أو الفستق. وانتوما عندكم الاختيار، إلا بغيتو تزوقوها باللوز أو الكاوكاو، كل واحد شني كيبغي. عاوتاني ولا بغيتو تعمروها بالكاوكاو، راه بالكاوكاو كتجي زوينه حتى هي، كل واحد شني كيتشها شني كيبغي. ها هي البقلاوة ديال اختي سناء، كتجي لذيذة وكتشهي، وكل من دقها عندها كيطلب المقادير ديالها. كنتمنى منكم تجربوها، كتجي محمرة ولذيذة. كنتمنى منكم تجربوها وتكتبوا لي في لي كومونتير كي جاتكم. صراحة هاد البقلاوة ديال تحميرة الوجه غتقدميها لضيافك ولعائلتك بالصحة والراحة. صراحة بقلاوة اختي سناء لا يعلى عليها، كتجي زوينة. كنتمنى تجربوها وتجاوبوا عليا في لي كومونتير كي جات ليكم. ما تنساوش ديروا لايك واشتراك وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم فضلا وليس امرا. شكرا لكم على المتابعة والى اللقاء.